انت بتعمل ايه؟ معايا كنز هيغير حاجات كتير. كنز؟ هو انت الصيام مأثر عليك؟ لا يا بابا، دي صفارة زي بتاعت الشيخ لبلوب اللي اداها لشفيق. لبلوب مين وشفيق مين؟ مسلسل الصفارة. ودي بتعمل ايه بقى؟ دي هتخليك تختار الوقت اللي كنت رايح تتجوز فيه ماما، وهيبقى قدامك 3 دقايق هتغير فيهم حاجات كتير. وانا هعمل بيها ايه؟ انك تذبح لها القطة. يا ريت. طب وريني كده. خد يا بابا. ده ايه ده؟ لا مؤاخذة يا بابا، مش دي، هي دي. امال ايه دي؟ لا دي كنت بلعب بيها. ما تنساش قدامك 3 دقايق وتذبح القطة. بصي بقى، اللي اقوله شرط اخره نور، الا الصوت العالي. علتي صوتك هقطع لك لساني، هقطع لك لساني. مش لو كنت بتتكلم كنت زمانك انت اللي بتذاكر لي، بدل حصه التعذيب اللي انا داخل عليها دي. انت بتعمل ايه؟ معايا كنز هيغير لك حاجات كتير، واهم حاجه انك هتذبح القطه. لا 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 لا، مش عايز.